لمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية تنضم إلينا الصحفية ليلاف قجو. صباح الخير ليلاف. صباح الخير لك إسماعيل وللمشاهدين. ليلاف، لو بدأنا من آخر التطورات في غزة، يدور الحديث عن بدء المرحلة الثالثة من العملية العسكرية الإسرائيلية هناك. كيف تقرأ هذه المرحلة الثالثة؟ كما تفضلت إسماعيل بأنه اليوم المستوى السياسي صادق على مرحلة انتقالية للانتقال إلى مرحلة ثالثة من الحرب على غزة. دعنا نشير بأنه يعني في الأيام القليلة الماضية أو منذ يومين تقريبا كان في تصريحات بأنه الحرب في غزة أو في رفح ستنتهي قريبا. كان هيرتسي هالفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال بأنه العملية العسكرية في رفح يعني والتي كان هدفها القضاء على حركة حماس عسكريا أو تفكيك قدرات حماس عسكرية شرفت على الانتهاء. عموما كان في بحسب طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية كان في مداولات بين المستوى السياسي والعسكري وتم المصادقة على هذه المرحلة، ولكن جلبت معها العديد من التساؤلات وفرضت تساؤلات حقيقة هذه المرحلة حول طبيعتها، حول التوقيت هذه المرحلة، وأيضا هل حققت إسرائيل أهدافها. دعنا نتحدث بأنه هذه المرحلة يعني تشمل بأن تحتفظ أو تشمل بأن تحتفظ القوات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي بمحوري فلادلفيا اللي هو على الحدود الفلسطينية، على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وأيضا على محور نتساريم الذي يعني الجيش الإسرائيلي وسع أصلا هذا المحور من 2 كيلومتر إلى 4 كيلومتر وفصل الشمال عن الجنوب، ويتضمن أن يكون هناك عمليات من عمليات أوسع إلى عمليات أضيق ولكنها محدودة ومركزة، تشمل مداهمات واقتحامات وتشمل أيضا يعني اغتيال قادة وما إلى ذلك من العمليات. عموما يعني هذه الصورة تشبه ما يحدث في الضفة الغربية من مداهمات واعتقالات، وفي فرقة يعني تم إنشاء فرقة 99 لتعزيز في هذا المحور ومحاولة يعني الضرب أو ملاحقة خلايا حماس. طيب ليلاف، يعني في هذه الجزئية اليوم، هل ستتمكن إسرائيل من الضغط على حماس ودفعها إلى صفقة لتبادل الرهائن عبر كل هذا الضغط العسكري؟ طبعا هذه الصفقة تأتي أيضا يعني بالتزامن مع المفاوضات الحاصلة بشأن الرهائن وأيضا مفاوضات مع حزب الله بشأن الجنوب اللبناني. إسرائيل طبعا تقول بأنه هذه المرحلة هي للضغط على حماس للإفراج عن الرهائن، خاصة بتواجدها بمحور نتساريم وفلادلفيا، وتقول بأنه هي قضت نوعا ما على يعني القوة العسكرية لحماس، في حين حماس تتحدث بأنه هي لديها قدرات عسكرية وما تزال هي يعني تستطيع تصنيع الأسلحة وما إلى ذلك، يعني تصنيع الأسلحة والصواريخ وما إلى ذلك. لذلك ترى اليوم إسرائيل أو بحسب يعني المستوى السياسي بأنه ذلك قد يضغط على حماس من أجل مسألة الرهائن. وبالحديث عن المفاوضات، يعني أمس موقع أكسيوس الأمريكي قال بأنه حماس ردت يعني حول المقترح والمقترح بشأن مفاوضات، ويبدو أن الرد إيجابي قد يؤدي إلى المضي قدما في مفاوضات ل يعني مناقشة القضايا العالقة، وقد يؤدي ذلك إلى اتفاق. أيضا وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت بأنه الرد إيجابي، واليوم ينتظر الرد الإسرائيلي. بالحديث عن التوقيت، كنا تحدثنا عن التوقيت يتزامن مع المفاوضات مع بشأن يعني بشأن إطلاق الرهائن، يتزامن مع المفاوضات مع حزب الله لعدم قيام حرب في جنوب لبنان، وأيضا يتزامن مع ذهاب بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في 24 من الشهر الجاري. يجب أن يكون لديه خطة يقدمها للرئيس الأمريكي وأمام الكونغرس الأمريكي. بالتزامن مع المرحلة الثالثة، كان في حديث أيضا بأنه لليوم التالي ما بعد الحرب إسرائيل تضع خطط، ولكن بحسب مراقبين هي أفكار للاختبار. يعني الفكرة بس بدي
يعني نوه عليها. الفكرة هي بأنه يكون هناك عشائر هي من تدير قطاع غزة، ولكن بحسب مراقبين هذا السيناريو صعب التطبيق، لأنه اليوم لا يمكن أن يطبق هذا السيناريو. ليس فقط أنه حماس ستلاحق هذه العشائر، إنما التركيبة العشائرية ليست كما تروج لها إسرائيل، وأيضا يعني مجرد الانسحاب الإسرائيلي سيجعل هذه العشائر أيضا مكشوفة، وهي ستكون ذات تبعية لإسرائيل، وهذا ينافي المبدأ الوطني لدى الفلسطينيين. طيب يعني للاف هذا فيما يخص اليوم التالي لما بعد الحرب من غزة، ولكن الحرب لم تنتهي حتى الآن، وأيضا إسرائيل تهدد بحرب أخرى أو بحرب يعني شاملة مع جنوب لبنان. برأيكم هل تنشب حرب واسعة بين إسرائيل وحزب الله؟ كل شيء وارد إسماعيل. في حديث سابق لبلينكين يعني قال بأنه لا إسرائيل ولا حزب الله يريدون أن يكون هناك حرب، ولكن يعني كل الاحتمال هناك زخم حول هذا الموضوع. يعني حتى يعني إسرائيل يعني أعتقد يوف جالنت الجمعة قال بأنه إسرائيل مستعدة لهذه الحرب، ولكن هي تفضل الدبلوماسية، رغم ذلك بأنه هي مستعدة ل يعني حرب واسعة في المنطقة، ستدمر مثلا حزب الله، سيدمرون لبنان، ستكون تكلفة عالية على لبنان. كان في خطاب سابق لحسن نصر الله ب 19 حزيران الماضي يتحدث فيه إذا قامت أي حرب في لبنان يعني لن يكون هناك، سيكون الرد جوا وبحرا وبرا على إسرائيل، ولن يكون هناك ضوابط وقواعد، وسيكون هناك تداعيات كبيرة، تداعيات كبيرة، سيكون هناك جماعات قادمة مثلا من سوريا، من العراق. إيران أيضا هددت إذا تمت هذه الحرب فإن محور المقاومة سيتدخل بالكامل. ولكن يعني هذه التصريحات بحسب مراقبين تأتي في إطار الحرب النفسية، لا أحد يرغب بهذه الحرب، ولكن كل الاحتمالات واردة. يعني يزال الاحتمال واردا طالما ما يزال إطلاق النار مستمرا بين الطرفين، وحزب الله يقول بأنه لن يوقف الاستهدافات أو إطلاق النيران إذا لم يكن هناك إيقاف إطلاق نار في غزة. يعني لا يريد أن يفصل الجبهتين، وشفنا يعني الاستهداف الأخير لأحد القادة الميدانيين من قبل إسرائيل، لأحد القادة الميدانيين من حزب الله. دعني أشير إلى نقطة، يعني رغم بأنه كل الأطراف لا ترغب باندلاع هذه الحرب، ورغم بأنه إسرائيل يعني اليوم ما تقوم به من اغتيالات أو استهدافات لا يعني قيادات ميدانية كبيرة لحزب الله، وهي تكلفة أقل من أنها تدخل لحرب، ولكن كما قلنا يعني الخطأ وارد، وممكن بأي لحظة ينزلق الوضع إلى حرب كبيرة في المنطقة. مسألة المرحلة الثالثة في الحرب في غزة، بما أنه يعني قوات الجيش الإسرائيلي ستنسحب من داخل المدن ومن داخل الأحياء، سيكون هناك تعزيز مثلا في فرقة كما قلنا 99 على محور نتسريم، ولكن باقي القوات ستتجه إلى الشمال الإسرائيلي مستعدة لأي لحظة. ويمكن تحدثنا في مرات سابقة بأنه الجيش الإسرائيلي صادق على خطة الحرب، ولكن التوقيت غير معلن إلى الآن. طيب ليلاف، يعني في جزئية يعني أن جميع الأطراف لا تريد هذه الحرب، وربما هذه الحرب هي يعني في إطار الضغط النفسي، ولكن يعني الولايات المتحدة حليف إسرائيل قالت بأن إذا كان هناك حرب سوف تتدخل لدعم حليفها إسرائيل، وأيضا يعني تدخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حليفها إسرائيل، هل يدفع ذلك بالضرورة إيران إلى دخول الحرب إلى جانب أيضا حليفها حزب الله؟ دعنا نقول بأنه كل الحديث الذي يجري كما تفضلت بأنه يأتي في إطار الحرب النفسية. دعنا نتحدث مثلا من الجانب الإسرائيلي في إطار الحرب النفسية، وأيضا في إطار يعني توجيه إعلامي للداخل الإسرائيلي أو الجبهة الداخلية في إسرائيل. ودعني أشير بأنه في مقالة بالنيويورك تايمز أعتقد أنه في ضباط إسرائيليين يتحدثون بأنه يجب إنهاء الحرب في غزة، بما أنه اليوم الحديث عن جبهة لبنان وقد تندلع في أي لحظة. الجميع يتحدث بأنه لا أهداف تحققت إلى الآن، رغم بأنه يحاول نتنياهو أن يسوق بأنه نهاية الحرب تشمل أن يكون هناك انتصار، ونتنياهو دائما يكرر يعني مسألة أنه الحرب لن تنتهي بسبب الضغط اليمين المتطرف بن غفير الذي يهدد في كل مرة من الانسحاب من الحكومة. في إطار الولايات المتحدة الأمريكية، يعني في مقابلة مع جورناليزم بوست
مع نتنياهو أشاد بالولايات المتحدة الأمريكية، لم ينتقد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كما قلنا يعني يرتبط بالتوقيت من مسألة ذهاب نتنياهو وما يحمله من خطة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت بحسب أعتقد نيويورك تايمز أو مسؤولين في الإدارة الأمريكية أبلغوا حزب الله بأنه قد لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على منع اندلاع حرب في لبنان، لذلك في يعني سفينة يعني برمائية هجومية في البحر المتوسط لإجلاء الأمريكيين من المنطقة في حال اندلاع هذه الحرب. يعني إذا كان في هجوم واسع على إسرائيل بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الأول، وهذا ما تحاول أن تستحصل عليه إسرائيل بشأن الأسلحة وما إلى ذلك. بالنسبة لإيران قلنا بأنه إيران هددت بإذا كان في حرب على لبنان فأنه كل محور المقاومة سينخرط، ولكن كما قلنا بأنه هو يأتي في إطار الدعاية النفسية، الحرب النفسية، لأنه اليوم بحسب مراقبين والصورة والمشهد ما يعني ما هو واضح اليوم، الجماعات الموجودة في سوريا، في العراق، في اليمن، في لبنان، اليوم ضعفت حماس مثلا، هي خط دفاع عن إيران، يعني ستدعم يمكن جماعة حزب الله، ولكن في احتمال بحسب البعض بأنه قد لا تنخرط بشكل مباشر إلا إذا كان في انهيار معين أو ضعف معين. البعض يقول لا، قد تنجرف إيران إلى هذه المواجهة بشكل مباشر مع إسرائيل، ولكن هذا احتمال ضعيف. إسماعيل الصحفية ليلى فقدجو، جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات.